وللحديث عن الصراع القائم بين الميليشيات في العراق وتصريحات ميليشيا أنصار المرجعية حول رفض الولاءات الخارجية، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور حامد، هل يمكن اعتبار حديث زعيم ميليشيا أنصار المرجعية عن الولاء للوطن ورفض الولاءات الخارجية صحوة ضمير متأخرة؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة هذه ليست يعني مؤشر عن أن هناك صراع كان يدور في الخفاء لفترة غير قصيرة، يعني الخلافات جاءت سابقة لهذا التصريح بدليل أنه هناك انسحابات واضحة كانت منذ حتى عهد حكومة عادل عبد المهدي، يعني أعتقد منذ أبريل نيسان 2020 قبل تشكيل الحكومة الحالية كان هناك 3 ألوية تابعة للمرجعية خرجت عن الحشد الشعبي وايضا لحق بها لواء اخر، يعني هي الالويه الحقيقه موجوده اذا ذاكرتي يعني تسمح بانه اذكر بها فرقه الامام علي القتاليه، لواء علي الاكبر، لواء انصار المرجعيه، وفرقه العباس القتاليه. هذه الحقيقه الويه مهمه جدا انضمت الى وزاره الدفاع واعلنت رسميا، لانه كانت هناك فعلا ليست شكوك وانما قناعات وادله بان قيادات الحشد الشعبي هي ولائية وتابعة لإيران، فلذلك هذه هي جائز صحوة الضمير من قبل بعض رجال الدين، يعني المعممين مثل ما سموهم، اللي هم أيضا فاعلين يعني إعلاميا وبقيادات هذه الفصائل المذكورة آنفا. لذلك أنا الحقيقة يعني أدعي بأنه القضية وصلت إلى حالات من الصراع المكشوف، نعم، ليس الخفي. هذا الوضع. إلى أي مدى يمكن القول بأن زعيم أنصار المرجعية بحديثه هذا يكشف عن الوطنية، بحديثه هذا يكشف حملة مبكرة للانتخابات المقبلة؟ هذه طبعا هي أيضا يعني إشارة مهمة جدا، أنه الانتخابات إذا جرت فالمرجعية يعني مثل ما وضحت بعض النقاط الجوهرية، قضية الولاءات والولاء للوطن وغيرها والعمالة، أكو هناك إشارات واضحة كانت حتى في الاستعراض اللي أجرته يعني قيادة الحشد الشعبي الولائية في بغداد، وشاركت بها إيران يعني الحرس الثوري بشكل فاعل في التنظيم وفي الإشراف وغيرها، كانت المرجعية الحقيقة تشعر أنه هي صاحبة الفتوى، لكنه الفتوى حرفت عن سياقاتها، الفتوى لم تدعو لتشكيل حشد شعبي. لذلك الحشد الشعبي الآن الشارع العراقي يعرف جيدا، القيادات العسكرية في الجيش العراقي والحكومات المتتالية منذ 2014 يعني حكومة عادل عبد المهدي وقبلها، الحقيقة شعرت أنه هناك فصل وهناك دولة داخل دولة، والحشد الشعبي بقياداته ليست بقواعد ومقاتلين، لأنه هناك فعلا يعني احنا نسميهم ولد الخايب، المساكين اللي طوعوا دفاعا عن الشرف والأرض والمقدسات مثل ما دعت المرجعية، وأيضا يعني كباب للرزق أنه طوعوا للحصول على مرتبات. هذه القضايا الحقيقة يجب أن نفصلها عن إرادة القيادات العميلة لإيران، هذه أيضا واضحة، فلذلك تبرئة ساحة المرجعية في هذا الوقت ضرورية جدا للتوقف عند قضية أيضا أنه الحشد الشعبي اخترق القيادات، اخترقت عملية الانتخابات واخترق المؤسسات، يعني هو مهيمن على مجلس الحكم، على مجلس النواب، مهيمن على الحكومة، مهيمن على قرارات كثيرة يعني في الدولة العراقية، لذلك الدولة داخل دولة تعني أن هناك ميليشيات تقود العراق الآن وليست حكومة الكاظمي، وهي حكومة الكاظمي أصلا جاءت بمشيئة الميليشيات هذه. هذا هو الحشد الحقيقة هو واجهة لبعض الميليشيات الخارجة عن القانون، وهذا هاي مسألة أصبحت واضحة بالنسبة للقاصي والداني مثل ما يقال.
هل اعتراف زعيم ميليشيا أنصار المرجعية بأن قتل المتظاهرين كان بفتوى من خارج الحدود بحسب تعبيره يمكن البناء عليه في ملاحقة قتلة المتظاهرين وملاحقتهم قضائيا؟ هذه القضية أيضا واضحة الحقيقة، يعني كما يقال قيادة وتنسيقيات يعني ثورة تشرين المباركة بح صوتها من ان القتلة هم الطرف الثالث اللي هو يعني بقياده الولائيين من ميليشيات ومن مخابرات اجنبيه. الحقيقه واضحه كانت بدليل انه لما اعتقل يعني احد قيادات الحشد في الانبار بتهمه قتل المتظاهرين يعني في كربلاء كان واضح القضية، هناك أدلة واعتقل على أساس الأربعة إرهاب، ثم أطلق سراحه نتيجة الضغوط اللي مارستها قيادة الحشد الشعبي وإيران على حكومة الكاظمي وعلى القضاء من أجل إطلاق سراحه. فإذا أن هناك تشابك حقيقي بين القتلة في الداخل وفي الخارج، هناك يعني أوامر تصدر من الخارج لتصفية الاحتجاجات منذ بداياتها منذ 2001 عفوا من 2011 ولغاية 2015، وانسحبت العملية إلى الوقت الحاضر اللي هي طبعا مستمرة بتصفية النشطاء المدنيين، لذلك عدد كبير من الشباب ترك مكان إقامته يعني إذا كان في الوسط والجنوب فذهب أما إلى أربيل أو سليمانية أو خارج العراق حفاظا على حياته. هذا التنكيل اللي مستمر والتصفية الجسدية الحقيقة ليست جديدة علينا إحنا كعراقيين، هذه عملية ممنهجة صارت متراتبة، يعني اللي مشاركين بها هي ميليشيات بأوامر من إيران، لأنه هذه تمس أيضا أمن إيران. لو نجحت الثورة في العراق الحقيقة تغير موازين القوة في المنطقة، يعني أنه إيران تصبح فاقدة لقاعدة مهمة وواجهة وجبهة مهمة هي العراق. فالحقيقة هذه خطوط دفاع مهمة بالنسبة لإيران، لذلك لجأت إلى تصفية وقتل والتنكيل بشباب ثوار وثوار تشرين والوطنيين حتى الشخصيات الوطنية العراقية. سارع قيس الخزعلي للرد على تصريحات علي الياسري، إلى أي مدى اعتبر الخزعلي نفسه معنيا أو المعني الأول والمتهم الأول بالاتهامات المتعلقة بالطرف الثالث الذي كان واضحا فيها الياسري بأنه ميليشيات؟ الإشارة واضحة، والفاعل والناطق الرسمي الآن تقريبا اللي في الواجهة هو الشخص هو عصائب أهل الحق وقيادتها. الحقيقة هذه يعني طبعا ناهيك عن يعني حزب الله والنجباء وغيرهم، هذه ميليشيات أطلقت فعلا تصريحات خطيرة جدا منذ ظهورها ومنذ أيضا يعني تغلغلها في مفاصل الدولة. الآن هي تحكم في مجلس مثل ما قلت في مجلس النواب وغيره، حتى في الحكومه عندهم نواب وعندهم ممثليهم حتى في الوزارات، لذلك القضيه لم تعد مثل ما قلنا تدور في الخفاء، هذا الصراع الان صعد على السطح واضح وسبق الانتخابات بالايام هذه، لانه القضيه قضيه مصيريه، يعني اما الهزيمه والمحاكمه اذا كان هناك فعلا تغيير بنمط السلطة، يعني تغيير في مسار العملية السياسية وقيادة العراق، فهذه سوف تتعرض إلى ليس المساءلة والنقد وإنما المحاكمة. يعني هذه إحدى مطالب الثوار هي محاكمة قتلة المتظاهرين والمحتجين والنشطاء والوطنيين، فإذا كانت هناك فعلا أولوية لأي حكومة وطنية، وهذا اللي على أساس رفع شعارها الكاظمي وفشل في تنفيذها، لكن الحكومات القادمة عندما تكون فعلا الفرصة للوطنيين ولثوار تشرين فعليهم أولا يبدأون بمحاكمة هؤلاء القتلة الطرف الثالث اللي هم يمثلوهم الآن الصوت المسموع لهم هذه الفصائل. وأنا أعتقد النهاية يعني اقتربت الحقيقة، الموازين القوى سوف تتغير عاجلا أم آجلا لصالح المشروع الوطني العراقي اللي فعلا يحدد مسار العملية السياسية لبناء مؤسسات دولة مدنية وطنية
سوءها القانون والحكم الرشيد مثل ما يقال. هذا هو الحقيقة اللي نطمح إلى. أشكرك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، حدثنا عبر سكايب.